السلام عليكم، مرحبا بكم. ان شاء الله تكونوا كامل بخير وعلى خير. اليوم ان شاء الله حنديروا حلوى جافة، اللي هي عجينة الصابلي محشية بكريمة الزبدة. نجوزوا للمقادير. هنايا عندي 150 غرام تاع الزبدة، عندي هنايا 2 مغارف تاع الزيت كبار، عندي 100 غرام تاع السكر، هنايا عندي حبة بيض كاملة وحدة صفار، عندي اللافاني والقرصة تاع الملح، هنايا عندي الكاوكاو حمصته وحيته هكذا شوية خشين، وهنايا عندي شوية بيستاش راني مخلطاته هنايا شوية مع الكاوكاو. هنايا كيما قلت لكم اختياري، اللي ما عندهاش البيستاش دير غير الكاوكاو. وعندي هنايا الشوكولا بلون راني مقطعتها هكا صغيرة دوك ندوبها، والشوكولا نوار ثاني راني ندوب فيها، والفارينة هنايا على حسب العجينة ما تسلم منها. نبدأ بسم الله، نخدمو في الأول الزبدة تاعنا مليح، نخدموها مليح، نكونو جبدناها من قبل. كيما راكم تشوفوا راهي طرية. دوك نضيف لها الكاس تاع السكر اللي هي 100 غرام، هنايا جاوني 5 مغارف كبار تاع الماكلة. كيما هكا دوك نضيف 2 مغارف كبار تاع الزيت، ندخلها مليح. هنايا الزيت راح يعطيها هشاشة اكثر. كي نحسو هكذا الزيت دخلت مليح في الزبدة، ندير لافاني والقرصة تاع الملح، قلت حبة بيض كاملة وحبة وحدة صفار. نقدروا هنا نخدموهم ثاني بالباطر ولا باليد هكذا عادي نورمال. كيما هكذا حتى تولي لنا هكذا. دوك نبداو نديرو في الفارينة. دوك انا نستعمل يدي. كيما هكا دوك انا راهي مليحه معايا، ما لازمش نشفوها بزاف. هاي كيفاش جات، تجي طرية. دوك نخليها هكا نغطيها ونخليها تريح غير شوية، برك ماشي بزاف، واحد ربع ساعة ولا، ونعاود نولي عندها نخدمها. هاهي العجينة دوك هنايا بعد ما ريحت لي، ندي نصها هنايا اللي موجوده هذا. دوك نبدا نحل فيها. كيما هكذا السمك تاعها ما يكون رقيق بزاف، ما يكون خشين. وهنايا انا مانيش دايره لها لا ليفور، وعندي هالطابع هذا كاري نقطعها. هنايا الطابع كيما تحبوا كاري ولا قلب، كل وحده وعندها الاختيار تاعها. نجيب البلاطو تاعي،
قبل كيفاش يجي السمك. كيما هكذا البنات دوك بعد ما كملت شكلته كامل، دوك ندخلو للفوق على 180 درجه. راني مسخناته من قبل على بالنا لي صابلي ما يديش طياب بزاف، غير يبدا شويه يتحمر من تحت نحيوه. ودروك البنات نجوزو لاكراموبور نوجدوها، والشوكولا تاعي راهي تذوب لطون لي يطيب الكاطو. دوك انا هنايا عندي 120 غرام تاع المارغارين، وعندي 100 غرام تاع السكر، وعندي هنا مغرفة كبيرة تاع الزيت، وندير لها العطر تاع الليمون. انا هنا الكريموبير نحبها بالعطر الليمون. كيما هكذا دوك ندير لها 100 غرام تاع السكر غلاس. انا درت على حسب الكميه اللي عندي، على حسب 150 غرام تاع المارغارين تاع الصابلي، هاد الكميه تكفيني. كيما نقدروا ثاني نخدموها بالباتور كيما هكا. دوك ندير لها هذيك المغرفه تاع الزيت، وندير لها شويه تاع الكولورون تاع ذوق الليمون، عطر الليمون غير شويه برك. كيما هكذا البنات نخدموها حتى نخدموها مليح مليح حتى تولي لنا يولي اللون تاعها ابيض كيما هكذا. وهنايا الكو تاع السيترون يزيد لها بنه خير ملي تجي المارغارين هكاك وحدها. نقدروا نبدلوه بالكو كراميل ولا اي لون، اي ذوق تفضلوه. كيما هكا دوك انا لازم نخليها في الفريجيدير تشد روحها، ونزينوا الكاطو تاعنا. راهو الكاطو تاعي هنايا بعد ما طاب، هاولي كيفاش طاب. دوك انا هنايا ندير له لا كريم او بور. نزيرو غير بالعقل باش ما يتكسرش. دوك انا هنايا نقدر نجيب غير بالفرشيطه نحطها هكذا، وندير الشوكولا نواغ تاعي. بهذه الطريقة نخليها تهبط من كاع لي كوتي. كيما هكذا قبل ما تنشف مليح لازم نديرو لها الكاوكاو. دوك انا هنايا نسي ندير لها الكاوكاو غير من غير في النص. كيما هكا بهذه الطريقه نخليه هنا يقطر. نزيد هنايا حبه بالشوكولا بلون. كيما هكذا بنفس الطريقه غير بالفرشيطه نديرها هنا، ونفرغ عليها الشوكولا.
نحاولوا نتخلصوا كاع من هذيك الزياده، وقبل ما تنشف ندير لها البيستاش من الفوق. انا قلت لكم هنايا البيستاش راني مخلطاته مع الكاوكاو. كيما هكا كيما هكذا. هنايا نتوما حاولوا كيفاش ديروا كاع في لي كوتي من هنايا. ها هو الكاطو تاعي انا بعد ما كملته، بعد ما درت له كملت كاع الشوكولا مع اللي درت له الكاوكاو والبيستاش، ومن بعد درت لهم خطوط بالشوكولا. راني خليت هنايا زوج حبات باش نديرهم معاكم. هذه نديرها بالشوكولا بلون، درتهم هنا في لاباش. كيما هكا، وهذه نديرها بالنوار. انا الشوكولا تاعي هنا راهي نشفت لي شويه، كيما هكا، ونديرهم في الكيسات. صدقوني هاد الكاطو يجي بنين بزاف و بريزونطابل، نقدروا نوجدوه في كاع المناسبات. كيما هكا دوك نقسمها، نقسم معاكم حبه مع لا كريم او بيغ لداخل، يجي بنين بزاف ويدوب في الفم كيما هكا. نتمنى هاد الكاطو هذا تاع اليوم يكون عجبكم، و الى عجبكم الفيديو ما تنساونيش بلي جام تاعكم، واللي مازال ما اشتركش يشترك ويفعل الجرس باش يوصل له كل جديد. ما بقى لي غير نقول لكم تهلاو في روحكم.